كي دايرين لاباس عليكم اموركم مزيان مرحبا بكم معايا في نهار جديد وفيديو جديد فرحانه حيت كنتلاقى بكم هذا النهار المهم البنات سمحوا لي بزاف على الصوت ديالي مريضه هذا النهار وضربني البرد داكشي علاش تسمعوا الصوت ديالي مغير شي شويه المهم هنايا كما شفتوا معايا بديت لكم اول حاجه بالنسبه لهاد التحضيرات اللي كنوجد دابا هادو البنات ليله قبل من النهار اللي غنحط لكم فيه الفيديو المهم تقريبا هنايا راه بالليل جيت باش نصايب واحد الكيك ديال الطبقات اولا واحد الكيكه اللي صراحه كتجي لذيذه بزاف وزوينه وقلت غادي نشاركها معكم المهم سبق لي وشاركتها معكم في واحد الفيديو بالنسبه لهذا النهار غادي يجيو عندي صحاباتي الغد لي غادي يفطروا عندي وغادي تجي عندنا النقاشه حتى هي المهم صراحه توحشنا النقش شحال هذا ما نقشناش وتجمعت انا وصحاباتي قلنا علاش لا ما نقشوش هكا وندوزو هكا واحد النهار غير بيناتنا حنايا البنات ندوزوه زوين مع بعضياتنا وقلت غادي نوجد واحد الكيك نفطروا به مع الصباح المهم هنا كنصايبو في الليل لحقاش هاد الكيك خاصو هكا يبات يعني ليله كامله في الثلاجه باش يصبح لكم مزيان كما كتشوفوا معايا هنايا دايره لارونج دايره فيها دايره هذاك الباف كان كيتشارجا المهم طلق الموسيقى باش هكا تونسني باش ما نحسش بالملل ودرت الماكينه المهم خديت فيها صابلي ولا هيرنيس يعني اي بسكوي يكون ما فيه الشوكولات خديته وطحنته مزيان مزيان في الماكينه ديال العصير المهم لحقاش هذاك الماكينه الصغيره ديال العطريه كانت هرسات ليا هنا كنوريكم هذا النوع ديال بيمو اللي استعملت اولا ديال البسكوي اللي استعملت هذا صراحه كيجي زوين البنات جربوا هذه الطريقه ديال هذا الكيك انا متاكده انها غادي تعجبكم ومن بعد ذوبت شويه ديال الزبده وجيت باش نجمع بها هذا الخليط ديالي تقدروا ديروا البنات الا ما كنتوش يعني باغيين الزبده تقدروا ديروا اي يوغورت ولا من الاحسن يكون ديال الشوكولا انا هنا غادي نديرهم بجوج درت شويه ديال الزبده وشفت بانه خاصني مازال يعني الخليط مازال ما تجمع مزيان وغادي نزيد عليه تقريبا واحد جوج يوغورت ديال الشوكولا وغادي نخلي هكا العجينه حتى تجمع ليا مزيان مزيان حتى نحس بها زعما راه ترملات وقادره انني يعني نكون بها واحد الطبقه في المول ديالي صافي عاد من بعد غادي ندير الطبقه الثانيه بالنسبه لهاد التحليه البنات اولا هاد الكيك كيجي كما قلت لكم لذيذ بزاف وسهل ما كياخدش معكم بزاف ديال الوقت تقدروا تحضروه حتى لاخر لحظه فاش هكا يعني تكونوا باغيين شي كيك دغيا دغيا كيوجد ما كياخدش وقت في الفران حضروا هذا غير هو واحد الحاجه من الاحسن انه يبات ليله كامله هكذا كتجي الكيكه ديالكم قابطه في راسها وحتى فاش كتقطعوها كيجيو فيها دوك الطبقات باينين يعني ما كتجيش يعني ما كتجيش كي كنقولوا سايحه ولا دايبه صافي غادي نستمر بحال هكا حتى غادي نعجن هاد البسكوي ديالي مزيان مزيان بهاد اليوغورت عاد غادي ندوزو باش نصايبو الطبقه الثانيه
من بعد البنات ما خلطت هذاك البسكويت ديالي مزيان مع الشوكولا والزبده، نتوما تقدروا ديروا غير واحد فيهم الا ما كنتوش يعني حابينهم بجوج. انا غير قلت هذه المره نخلطهم وصافي. هنا خديت المول ديالي اللي غندخل الفران، غادي نحاول نسرح فيه هذه الطبقه الاولى اللي هي البسكوي ويوغورت ديال الشوكولا والزبده، غادي نسرحهم بهذه المعلقه مزيان مزيان، وغادي نحاول نضغط عليهم باش يعني فاش نبدا هكا نقطع في الكيك ما يجينيش داك البسكوي مفرتت. داكشي علاش حاولوا تضغطوا مزيان مزيان كما كتشوفوا معايا، انا كنصايب الجنيبات كاملين وكنديرها، يعني كتجيني الطبقه واحده مقاده ما كتجيش بلاصه، يعني هكا بلاصه طالعه وبلاصه نازله. دابا غادي ندوز باش نصايب الطبقه الثانيه اللي غادي ندخل الفران. المهم هنايا عندي جوج يوغورت طبيعي بدون نكهه. بالنسبه لهاد الطبقه الثانيه سميتها القشده العربيه وزوينه بزاف البنات، ديروها في اي كيك ماشي غير هذا اللي انا دايره، زعما ماشي غير هذا اللي درت انا اليوم، تقدروا ديروها في اي كيك كتجي فيه لذيذه بزاف. غادي ندير جوج ديال اليوغورت طبيعي، غادي نزيد ليهم واحد ساشي ديال الحليب غبره يعني نيدو، وغادي نخلط هادشي كله مزيان مزيان. وعاد من بعد غادي نخلطهم مزيان بوحدهم. عاد من بعد غادي نديرهم في المول ديالي، غادي نشعل ليهم الفران غير من الفوق، يعني ما تشعلوش الفران من التحت غير الفوق. البنات كنعاود ناكد عليها، كتخليوه حتى تقريبا كتمسوه بالصبع ديالكم كيبان لكم باللي راه ما كيتهزش معاكم هذا الخليط، صافي ديك الساعه كيكون واجد. بعد ما دخلت هذاك الخليط ديالي الفران، المهم هنايا جيت باش نصايب الطبقه الثالثه واللي هي غادي ندير، خديت واحد الكاسرونه ودرت فيها تقريبا نص لتر ديال الحليب، غادي نزيد ليه الفلون بنكهه الكراميل. المهم ديروا نتوما اي فلون بغيتو، انا كنستعمل هذا ديال الكراميل اللي كيجيو فيه ساشي ديال الفلون وكتجي معاه واحد ساشي ديال الكراميل، تقدروا هكا تزينوا بها من الفوق الا بغيتو، كتجي زوينه بزاف المذاق ديالها. صافي غادي نحاول نقطعها هكا ونخلط هذاك الفلون مع الحليب وهو بارد، نخلطهم واحد شويه، ما غادي نزيد لهم لا سكر لا والو البنات، لحقاش هذا الفلون هذا كيكون هو فيه السكر، يعني ما كاينلاش غادي نزيد الحلاوه. وغادي نديرهم فوق البوطه، غادي نخلي حتى يغلى ليا مزيان داك الحليب، يعني حتى كتطلع مع هذيك الغليه، عاد غادي نطفي عليه، وديك الساعه غادي نكون جبدت الكيك ديالي من الفران وغادي نكبو عليه هو سخون، يعني ما تخافوا منه حتى شي حاجه، كبوه هو سخون. صافي ومن بعد غادي نخليه حتى كيدفى شويه، يعني كياخد الحراره ديال المطبخ، عاد كندخلو للثلاجه. المهم هذه هي الطريقه الصحيحه اللي كندير انايا، وغادي نخليه يبات ليله كامله، عاد من بعد غادي نقدمه. وهنايا كما شفتوا معايا كان الصباح وجيت باش نوجد الفطور، المهم هنا الله فاقت وفيقت ادم حتى هو وبدلت لي حويجاتو وجيت باش نوجد الطبيله ديالي. بالنسبه للدار جمعتها البارحه البنات كما شفتوا معايا، مسحت الغبره وكل شيء، يعني هكا كندير انا فاش كيكون جاي عندي شي حد مع الصباح، كنحاول نستغل الفرصه بالليل ونجمع زعما كاع الحويجات اللي عندي باش هكا كتبقى ليا الوقيته لراسي، فين كما كنقول فين كندور براسي فين كنوجد الفطور على خاطري. المهم
المهم انا غادي نحط هكا الطبيله ديالي. عيطت لصحاباتي قالوا لي راهم زعما قرابين يجوا، داكشي علاش قلت نوجد الطبيله على 9، وحتى السيده اللي غادي تنقش لينا غادي تجي تفطر معانا. وهانتوما معايا دوزوا معايا هاد النهار كيفاش غيكون. البنات هي الطبيله ديالي من بعد ما وجدات كما شفتوا معايا تقريبا صافي، حطيت كل شيء. ديك الحليوه اللي صايبت البارح هكذا كيجي الشكل ديالها، زوقتها هنايا بهذوك لي فخوي كونفي، دوك الفواكه المعسله بحال هكا. المهم خليتها سامبل وحطيت هكا غير هذا الشيء ديال الفطور عادي وصافي. وعمرت هنا واحد البريريت ديال اتاي. البنات صافي علينا يدخلوا، راه عيطت لهم قالوا لي هما في الطريق قربوا يوصلوا، وقلت نوجد كلشي هكا على 9 باش مني يدخلوا نفطروا هو الاول. من بعد ما فطرنا البنات، المهم انا وجدت الغدا هو الاول لحقاش كتعرفوا هكا فاش كتبغيو تنقشوا ولا شي حاجه ضروري ما توجدوا الغديوه ديالكم بكري بكري عاد من بعد جلست هكا باش نقش. المهم هنا كنشارك معكم الحنه اللي درت، صراحه عجبتني بزاف، عجبني النقش بزاف. هاد السيده اول مره غادي نقش عندها وعجبني النقش ديالها بزاف، حتى تقولي حتى نتوما كيفاش جاكم في لي كومونتير. المهم هنايا كنشارك معكم هكا نقيشه اللي دارت ليا. سمحوا لي ما غاديش نصور لكم بزاف حيت كاينين معايا صحاباتي، داكشي علاش حاولت نصور لكم غير اليديا باش تشوفوا هكا النقيشه، باش حتى نتوما الا كنتو حابين تاخذوا فكره ولا مثلا تصاور ولا هذا غادي نخليهم لكم في الانستغرام ديالي اللي دائما كنخليه لكم البنات في صندوق الوصف، دخلوا عندي كاملين. رجعت لكم البنات، المهم ما صورت لكم مازال حتى شي حاجه من الوقيته فاش كنا هكا في كنقشوا كنتغداو. المهم غير تغدينا وبقينا جالسين انا والبنات شويه كنضحكوا راكم عارفين هكا البنات فاش كيتجمعوا. هذا ما واحد عيطني كيلعب. بغيت غير نوريكم الحنه هكا كيفاش طلعت. المهم انا راني غسلتها لحقاش كتعرفوا الا كان عندكم شي حضره ضروري ما تنوضوا توجدوا بزاف ديال الحاجات. المهم وجدت الكوتي وكلشي ما صورتوش لكم داكشي علاش غسلتها كالحنه، ولكن طلعت زوينه عجبتني بزاف. صافي بغيت غير نهضر لكم على الناس اللي سولوني على داك الشوفاج اللي كنت خديت ديك المره. بزاف ديال البنات كتبوا لي في لي كومونتير كيفاش جاك، واش زوين، واش كيسخن مزيان، واش هذا زعما لحقاش الثمن ديالو مناسب انها 200 درهم شي حاجه زوينه. غادي نشعلو دابا نوري لكم. الصراحه انا عجبني بزاف، كيسخن مزيان و دغيا زعما كيدفي لكم البيت ماشي كتاخذوا مده طويله. دابا غادي ندورو ونوريكم كيفاش داير. المهم البنات ها هو شعلتو كيما شفتو معايا، انا شعلت غير واحد اللعيبه هكا فيه ثلاثه كيشعلوا، هي غير هذه كتدفي غير شويه، ولكن الا بغيتو دفى لكم البيت دغيا دغيا نوريكم. هذه دابا شعلت جوج وهذه شعلت ثلاثه نوريكم. حتى الاضاءه ديالو زوينه بزاف. طفي الضو ادم، طفي الضو، طفي الضو عفا ولدي سير. هانتوما تشوفوا البنات، لا غير طفي الضو، طفي الضو باش نوريو البنات نشوفوا كيفاش غادي يجي هذا. المهم البنات انا طفيت هنايا الضو كما كتشوفوا معايا، راه تبارك الله الاضاءه باينه في البيت. هانتوما راه ما شعل لا ضو لا حتى شي حاجه غير هاد الشوفاج هذا، حيت دابا كنضرب عليك كنضرب عليه الفلاش ديال التليفون داكشي علاش كيبان هكا واحد الاضاءه اللي دايره. المهم دابا غادي نوض للكوزينه باش غادي نشارك معكم واحد الخبيزات ديال البرجر. وهنايا البنات دخلت مباشره الكوزينه كما شفتوا معايا، جيت باش نصايب واحد الخبيزات ديال البرجر اللي كيجيو صغيورين بزاف. بالنسبه لهاد الخبيزات غادي نصايبهم صاحبتي لحقاش عندها عيد ميلاد ديال ولدها، كنت سبق لي وقلتها لكم في الفيديو اللي قبل.
و زعما انا معاونها في بزاف ديال الحاجات، غادي تصايب بعض المملحات وطلبت مني باش نعاونها وقلت علاش لا، ومنها حتى نتوما نشارك معاكم الافكار اللي غادي نصايبو. المهم انا تكلفت اليوم بالخبز ديال البرجر، ان شاء الله غادي نصور لكم كاع التحضيرات اللي غادي يكونوا هنا. كما شفتوا معايا درت دقيق ديال الفرص مع شويه ديال الفينو، يعني خلطتهم وزدت ليهم تقريبا 2 معالق ديال الخميره. كما كتعرفوا دابا بارد الحال شويه، داكشي علاش ما كتفعلش الخميره دغيا دغيا، واكيد الدقيق ديجا دايره فيه الملحه. غادي نخلي هذا الدقيق ديالي يتعجن مزيان مزيان بالماء سخون، وعاد من بعد غادي نزيد عليه تقريبا 2 معالق ديال الزبده. ديروا اي زبده كانت عندكم، هذه هي الطريقه اللي كندير انا في الخبز، كيجي هشيش بزاف ورطب وكيدوم لكم مده طويله، واخا تكونوا ما غاديش تستعملوه يعني داك النهار تقدروا تحتفظوا به، ملي كتسخنوه كيجي هشيش بزاف. لحقاش حتى حنايا ما غاديش نستعملوه هذا النهار، داكشي علاش قلت غادي نصايبو يعني بكري، ومن بعد غادي نخلي حتى يبرد ونديرو في الكونجيلاتور. وغادي نشارك معكم حتى الطريقه ديال العماره ديالو ان شاء الله في شي فيديو ملي غادي يقرب عيد الميلاد. المهم هنا كما شفتوا خليته تقريبا تعجن لمده ديال 5 دقائق، من بعد ما ارتاحت ليا العجينه خديتها، وغادي ناخذ واحد الكميه نبدا ندير فيها بحال كويرات صغار. هنا دايره حدايا شويه ديال الدقيق باش هكا نبدا نلولب فيه هاد العجينه هادي. المهم خديت ديك الطاوه كنت ديجا طيبت فيها خبيزات وخليت فيها داك الورق، وغادي نبدا نديرهم هكا غير صغيورين بزاف. انا بغيتهم البنات يجيوني هكا فرديين، يعني يجيو صغيورين، وغادي نبدا نقرصهم واحد شويه صافي، وغادي نخليهم حتى يخمروا عاد نطيبهم. غادي نزيد لهم من الفوق شويه ديال البيض، من بعد ما يخمروا اكيد غادي ندهنهم بشويه ديال البيض والجنجلان اولا الزريعه ديال القرعه اولا البوافو اولا اي حاجه عندكم البنات ديروها من الفوق كتزينوا بها هكا. المهم انا اختاريت باش نزينهم بالزريعه ديال القرعه، كانت موجوده عندي كتجي زوينه بزاف في الخبز وبشويه ديال الجنجلان. البنات هما الخبيزات ديالي من بعد ما طابو، المهم انا ما خليتهمش يتحمروا بزاف لحقاش مني غادي نعاودو نبغيو يعني هكا نعمروهم مره اخرى غادي يزيدوا يدخلوا الفران، داكشي علاش ما خليتهمش يتحمروا بزاف. نوريكم كيفاش كيجيو، كيجيو هشاش 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 بزاف ورطيت بين هكا، ومخاويين من الوسط ما كيكونوش عامرين باللبابه، وحتى فاش كتهزوهم يكونوا خفاف يعني ماشي كتحسوا بان الخبز راه ثقيل. المهم تسمعوا صوتي مغير واحد شويه البنات، راه ضربني البرد هاد العشيه ما عرفتش كيفاش واخا ما خرجت من حتى شي حاجه. المهم هنايا يلاه طيبت هاد الطاوله الاولى،
ادم هو بغى يجمع، ومازال عندي جوج طاوات اخرين غادي نخليهم، راني دخلتهم الفرن كيطيبوا. صافي البنات هنا غنسد معاكم الفيديو ديالي، صراحه داز واحد النهار لي زوين بزاف انا وصحاباتي، وهنايا غادي نقول لكم طلعوا ليا فراسكم، وبسلام عليكم حتى شي فيديو جديد ان شاء الله.